في شيء من الأشياء اللي عجبتني قبل فترة، قاعدة أناظر في برنامج إكس وتفاجأت إنه مو تفاجأت، هو يعني معروف كثير بس ما قد، يعني أنا أتكلم عن نفسي إنه أنا قد لجأت لهم مستشار مالي، فحسيت هذا الشيء مرة حلو إنه ينظم الوضع اللي أنا فيه، لأنه مثلا يعني إحنا مثلا يا مها كإعلاميات وبنفس الوقت عندنا دخل ثاني، عندنا كثير دخل من جهات مختلفة، فحلو الواحد لما يكون عنده مستشار مالي يعلمه كيف بالضبط، طب هذه مثلا مصاريف البيت، هذه المدارس، هذه راح يطلع من الراتب باقي مبلغ وقدره، هذه اللي ادخر فيها. صح. طب احنا ما نتكلم بشكل عشوائي، لا زي ما قلت قبل شوي نروح للمستشارين المختصين. صحيح. في تغريدة كان عليها أكثر تفاعل من يومين، لدرجة وصل التفاعل عليها ل 11 مليون مشاهدة، وهي للمستشار المالي رضا العيدروس، وكتب فيها: لا تخبر زوجتك بالأصول التي تملكها وأي دخل آخر من تجربة بعض الزملاء عندما حصل انفصال بين الزوجين، ولأن الزوجة على علم كامل بما يملكه الزوج، فإن النفقة المقررة للابن الواحد بلغت 4000 ريال. يعني والله العظيم يعني ما يعني واو. استاذ رضا ليش صعدتها؟ طب هي بالاول وبالاخير هي بتاخذ عشان تعطي عياله، هذول عيالي وعياله، فهم احق. يعني بعد مو بحلوه انه ابوهم في منصب معين او يتقاضى راتب معين والعيال راتبهم ونفقتهم 500 ريال، لانه مو هذه العيشه اللي هم تعودوها، فانت كذا بتدخل اطفالك في مشاكل ثانيه، ولا ايش رايك يا مها؟ شوفي يعني في جانبين لهالتغريدة للأمانة. أنا ضد إنه نخبي على بعض، يعني لا دقيقة، منطقيا صدق، كيف أنا برتبط بإنسان أنا ما أعرف دخله وهو ما يعرف دخلي؟ ما هو منطقي. أنا ما أشوف إنه منطقي أبدا، مو من شيء. أنا أكيد إني ما راح أجي أقول له كم راتبك، كم جاك من ذا المشروع، كم دخلت في هذه الصفقة، أكيد ما حقول. بس هو لأن زوجي، لأنه إحنا نتقاسم الحياة، لأنه شريك هو حياة. ما اختار وأنا ما اخترت إلا إحنا واثقين في بعض، شلون يعني إني أخبي عنه دخلي ولا ما أخبي عنه أصولي ولا أخبي عنه؟ يعني المفروض هذا الإنسان الوحيد اللي ما يتخبى عليه أي شيء، لأنه إحنا نتشارك منزل، نتشارك عيال، نتشارك تربية، نتشارك أفكار، نتشارك كل شيء. وقفت على ذا الدخل، يعني ايش دعوه؟ وايش ذا الفلوس اللي قاعده تفكك العوائل؟ وايش ذا الفلوس اللي قاعده؟ يعني انا ما اشوف انه شيء منطقي للامانه. وكنت يعني قبل فتره كنا نتكلم حتى على نفس الموضوع، انه في بعض الزوجات ما تعرف راتب رجلها، ايش دعوه؟ يعني انا ما احس انه طبيعي ابدا. اتفق معك، انا ما اشوف انه طبيعي، ما احس انه هي تروح تسال بعد، المفروض هو يقول صح ولا لا. صح. إيه؟ أنا أشوف أن الزوج والزوجة روحين، روح في جسدين، يعني روح واحدة موزعة على جسدين، المفروض أن يصير بينهم تآلف، والتآلف والمودة والرحمة، مو بس أني أنا أقعد معاه ولا أضحك معاه ولا أسالف معاه، لا، أكون هو يكون أبيض معاي وأنا أكون بيضة مع شفافين مع بعض، حتى في الراتب. يعني وش الفلوس اللي على قولك يا مها أنها بتسبب مشاكل؟ وعلى تغريدة أستاذ رضا، مع احترامي له، انا ما اشوف انه هذه التغريده المفروض انه اصلا يكتبها او يعبر، لانه مو كل شيء في خاطرنا لازم انه احنا نقوله، لانه احنا كذا في بيوت تسمع وفي بيوت تنهد، اودي مع وفي صح. بيوت في ذمتك تكون لما تنهد، فالواحد صح. لازم يكون حريص وحذر لما يقول اي كلمه يكتبها في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه اذا كانت له شعبيه او عنده متابعين. صح. شوفي انا معك في جزئيه قلتيها، لكن ايضا اودي معليش خلينا نكون واقعيين مره ثانيه، يعني ونكون حياديين في نفس الموضوع. طيب يعني في بعض الاحيان الزوجه تستغل موضوع الانفصال والطلاق هذا، طيب واصلا هي تكون الهدف من انها ارتبطت في هذا الانسان عشان مثلا والله بينقلها لليفل ثاني. طيب وما هو بعيب، انا مو قاعده اقول انه عيب ولا ما يجوز ولا لا لا لا، بس هذا الهدف حقها، عرفتي؟ ممكن يكون هذا هدفها، انها ارتبطت في انسان دخله مثلا عالي عشان هذا الشيء، وتنفصل وتعرف انه لما تنفصل راح يكون عندها دخل من هذا الانسان، وهي تكي، عرفت؟ تجلس تقول لك انا ما بدي اشتغل، اللي هنا قاله النفقه المقرره للابن الواحد. انا عارفه انا الشيخ هو اللي يحكم، فهمتي؟ مو انه انا عشوائي، انا ما يهمني 4000 ريال ولا 4 ريال ولا 40000 ولا 400000، انا مو هذه قضيتي. انا قضيتي كمبدا انه تطمع هي، وفعلا تحصل انها تطمع، واخر شيء ما تصرف على عيالها شيء،
تصير هي اللي تاخذ هذه النفقه في حرم ما يخافون الله يا اودي. يعني في ناس، ما انت قلتي الام الطبيعيه طبيعي انها بتصرف على عيالها وبتستثمر في عيالها، بتاخذ اللقمه من فمها وتعطيهم، بس في امهات لا تقول انا باخذ العيال عندي عشان ذا المبلغ او ايا كان، لو ان شاء الله 100 ريال عشان تاخذ هذا المبلغ. فهو يمكن قصده كذا، بس انا ارجع لمحور حديثنا في البدايه لما قلت لك اذا انت ما تثق في هذه الانسانه وراك تزوجتها، ف يعني انا اشوف الثقه هنا هي اللي تلعب دور.